بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام إلا على شيء واحد، وهو التسليم لله عز وجل فيما أنزل من كتابه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في سنته. بهذا تثبت قدم الإسلام، تسليم، عدم الاعتراض على شيء مما في الكتاب والسنة، والاستسلام بالعمل، التسليم بالاعتقاد والاستسلام بالعمل، بأن يعمل بما في القرآن وما في السنة النبوية. بهذا تثبت قدم الإسلام. وأما الدخول في الجدليات ومصطلحات أهل الكلام والفلسفة من الذي يذكرونه علم الجدل، فهذا لا يثبت به عقيدة ولا يتوصل فيه إلى نتيجة، وإنما هو أخذ ورد، والنتيجة لا شيء. إنما الذي يريد ثبوت قدمه على الإسلام أن يسلم لما في الكتاب والسنة، ويبني عقيدته عليهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى علم الجدل وعلم الكلام وما أشبه ذلك، إن هذه لا توصله إلى نتيجة ولا توصله إلى المعتقد الصحيح. فما من راد إلا ومردود عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يريد النجاة تمسك بالكتاب والسنة في العقيدة وفي العمل وفي المعاملات، وفي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففيهما القناعة وفيهما الخير وفيهما الحق الذي لا ريب فيه. وحتى لو لم تفهم بعض الأشياء في الكتاب والسنة، عليك أن تسلم حتى يسر الله لك الفهم. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح رحمه الله: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها. نعم.
أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. نعم، يسلم ويستسلم للكتاب والسنة، خصوصا في أمور العقيدة ليست مجالا للأخذ والرد، وإنما تؤخذ العقيدة من الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم من القرون المفضلة. هذا الطريق الصحيح لدين الإسلام. نعم. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين رحمه الله، يقول: من الله الرسالة، من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى الرسول البيان، يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل به، وقد بينه لنا ووضحه لنا، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء، يعني على الجادة الواضحة، على الجادة الواضحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. من تمسك بهذين الأصلين الكتاب والسنة وفهمهما فإنه لا يضل بإذن الله. نعم. أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فمن الله جل وعلا الرسالة التي أوحاها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قبله من الأنبياء والمرسلين. والله جل وعلا لم يترك عباده هملا ولا سدى، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا بينها لهم يمشون عليها، وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله جل وعلا، أن نتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وندع ما سواهما من الأقوال والأفكار والمذاهب، فإن هذه هي الجادة الواضحة، وما عداها فهو سبل تتفرق بأهلها، على كل سبيل منها شيطان، قال صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. شيطان يعني سواء كان من الجن أو من الإنس، لأن الإنس فيهم شياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهناك شياطين من الجن والإنس يحاولون صرف الناس عن الصراط المستقيم إلى مذاهبهم وأقوالهم وأقوال شيوخهم، وهذا هو الضلال المبين. ما عندهم هدى ولا عندهم بيان، إنما الهدى والبيان والحق في كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا تريد بعد ذلك؟ نعم.
وعلينا التسليم، علينا التسليم وعدم الاعتراض بأفكارنا وجدلياتنا. تسليم ما دام صح في كتاب الله وسنة رسوله، يجب علينا التسليم لذلك، لأنه حق لا شك فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. وهذا كلام جامع نافع. نعم. أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة، هو الذي يرسل الرسل وينزل الكتب سبحانه وتعالى، وعلى الرسل البلاغ، أن يبلغوا أمامهم ما أوحاه الله إليهم، وقد فعلوا عليهم الصلاة والسلام وبلغوا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. هكذا يريد طريق النجاة، هذا هو الطريق الصحيح. ولا تذهب مع فلان أو علان أو مذهب فلان أو لا، خذ معك الكتاب والسنة، وما أشكل عليك اسأل عنه أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر العلماء، لا تسأل المتعالمين ولا تسأل المفكرين، اسأل أهل العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. نعم. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. نعم. العقل مع النقل، النقل للنقل مع العقل، أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. أي نعم. فنحن مع كتاب الله، إنما هذا من الله عز وجل، هو الذي اختاره. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، إنما لما أوحى الله إليه صار يدري ويعرف. نعم. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. نعم. هذا هو الطريق الصحيح، الرجوع إلى أهل العلم الربانيين لا المتعالمين ولا المثقفين ولا المفكرين، إنما نرجع إلى أهل العلم، العلم بالكتاب والسنة، لأن الله أمرنا بذلك، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. نعم. والعقل
يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. نعم، ما دام شهدت أنه رسول الله واعترفت بذلك فيجب عليك التسليم له والاقتداء به والسير خلفه، ما دام أنك شهدت أنه رسول الله. نعم. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منها أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول. إذا قال للرسول، يعني هذا ضرب مثل، إذا قال للرسول هذه المقالة فليس بمؤمن. الواجب أن يطيع الرسول وأن يسلم له ولا يعترض عليه أبدا، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. أما أنت فلست بمعصوم ولست فاهما كل شيء، الرسول يوحى إليه من الله، يأتيه الوحي من الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنت وين مصدرك؟ وأنت ما عندك إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ترجع لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يسير على سنة الرسول من أهل العلم الربانيين، هذا هو الطريق الصحيح والجادة السليمة التي من سار عليها نجا من الضلال في الدنيا ونجا من النار في الآخرة، طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس. فالنصوص معصومة لأنها من الله عز وجل، وأما العقول فليس في معصومة، يعتريها ما يعتريها. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاب العقل والنقل، كتاب جليل عديم النظير، يقول فيه ابن القيم في نونيته: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وكتاب العقل والنقل هو لشيخ الإسلام بن تيمية، يقول في عنوانه: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، فإن اختلفا فإما أن العقل غير صريح فيه خلل، وإما أن النقل غير صحيح. ما يمكن نقل صحيح يختلف مع عقل صريح أبدا. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هذا كتاب. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم. إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. نعم، اللي ما يسلم للرسول وسنته
ولا يسلم قبل ذلك للقرآن الكريم هذا يضيع ويضل ومتعرض لشياطين الإنس والجن الذين يضلونه عن سبيل الله. فلا سلامة ولا نجاة إلا باتباع الكتاب والسنة، إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما طريق النجاة. ولكن الكتاب والسنة يحتاجان إلى عناية بهما، أن تتعلم الكتاب والسنة، أن تفهم، أن تسأل عما أشكل عليك. نعم. وقد قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول، أي رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا البلاغ، البلاغ المبين. أما أنه يهدي الناس، الرسول ما يهدي، إنك لا تهدي من أحببت، الرسول ما يهدي أحدا، يعني هداية توفيق. الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها الرسول ويملكها العلماء يدلون ويرشدون، وهداية توفيق، هداية توفيق، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق. وأما هداية الدلالة فهذه بلغها الرسول وقام بها والرسل من قبله. نعم. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يقول الله جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني ليس عليهم أن يهدوا الناس وأن يوفقوا الناس، هذا من ما لا يملكونه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، أما هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الرسل ويملكها العلماء يدلون ويرشدون. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم، يخاطبهم بلغتهم، ما يخاطبهم بلغة لا يعرفونها، بلغتهم. رسولنا عربي لأننا عرب، والإنجيل هذا للنصارى، والتوراة هذه لليهود، وكل أمة لها كتاب أنزله الله عز وجل. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم. لو جاءهم رسول أعجمي ما فهموا كلامه، وإنما أرسل الله إليهم رسولا عربيا فصيحا عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمم يرسل الله لها من يبلغها بلسانها ولغتها. نعم. ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعد البيان يضل الله من يشاء، الذي يعلم أنه لا يستحق الهداية، ويهدي من يشاء الذي يعلم سبحانه أنه يستحق الهداية فيهديه سبحانه. نعم. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين، جاءكم من الله نور، هداية واضحة، وكتاب مبين وهو القرآن. نعم. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين. حاميم هذه حروف مقطعة، حاميم حروف مقطعة في أول السور، الله أعلم بمراده بها. قال شيخ الإسلام: لا، هذه حروف مقطعة لها حكمة، ولذلك إذا جاء بالحروف المقطعة بعد في مطلع السورة جاء بذكر القرآن، لأن يقول لأن هذا من باب التحدي،
لأن هذا القرآن بلغتكم، هذا القرآن بلغتكم التي تنطقون بها، فلماذا لا تهتدوا به وتعملوا به وتسيروا على منهجه وهو بلغتكم؟ نعم. حاميم والكتاب المبين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي ما يمكن هذا. نعم. حاميم والكتاب المبين، وقال تعالى تلك آيات الكتاب المبين. مبين، المبين الموضح، فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب الإلهية غايتها أن توضح للناس طريق النجاة والسلامة. نعم. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن ما كان القرآن حديثا يفترى، يدخله الكذب أو يدخله الشك، لأنه من عند الله عز وجل. نعم. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إيه نعم، وبشرى للمسلمين، للمسلمين خاصة، أما الذين لا يهتدون به ولا يعترفون به فهو عليهم عمى والعياذ بالله. نعم. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. نعم. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف العظيم، وأشهد الله عليهم في الموقف العظيم، فمن يدعي أنه في أصول الموقف العظيم في عرفة حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشهد الله عليهم في الموقف العظيم، فمن يدعي اي نعم، فصلى الله عليه وسلم في عرفة لما خطب قال هل بلغت؟ قالوا نعم نشهد أنك قد بلغت، رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم. وأشهد الله عليهم في الموقف العظيم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، بلغ البلاغ المبين. نعم. قال الإمام الطحاوي قال أبو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله فمن رام علما ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح رحمه الله هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، شيء لا تفهمه ولا تدري عنه اسأل عنه حتى تعرفه. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، فأنت مسؤول عن حواسك، السمع والبصر والفؤاد وهو القلب، كلها ستسأل عنها يوم القيامة وستشهد عليك أيضا، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، يختم الله على ألسنتهم،
تشهد أعضاؤهم عليهم. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا ما كتب على الشيطان، أنه يضل من اتبعه ويهديه إلى طريق النار والعياذ بالله، السعير. هذا فيه التحذير من اتباع الشيطان، سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يقتدي بالرسول إن كنت تريد النجاة، ولا تتخذ أئمة يضلونك عن سبيل الله عز وجل، تقول هذول معصومون وهؤلاء وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله. بعضهم يقول أنا مالي، أنا ما أحتاج إلى الرسول لأني وصلت إلى الله، أخذ من الله، قبحهم الله. ومن الناس من يجادل بالله، يسمونها العارف بالله. العارف بالله هذا عندهم اللي وصل إلى الله ولا يحتاج إلى الرسول عندهم. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذه عاقبته والعياذ بالله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة من عذاب الحريق. من حاد عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن اتباع الرسل في الأمم السابقة، هذا مصيره. نعم. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه يعني عنقه من الكبر. نعم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، من أضل يعني لا أحد أضل منه، لا أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون أي الكفار إلا الظن، ما عندهم يقين، وما تهوى الأنفس، تشتهيه الأنفس بأهوائها وميولها، هذا هو طريق الضلال والعياذ بالله. نعم. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أي نعم، لما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: إذن المسيح عبد، إذن هو في جهنم. قال الله جل وعلا: ما ضربوه لك، أي كهذا الكلام إلا جدلا، من باب الخصومة، وإلا هم يعلمون أن المسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. أي نعم، اللي مهمته الجدال لأجل أنه يتغلب على خصمه دون نظر إلى كونه على حق أو على ضلالة، يجادل بالباطل. نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، ما في شك. نعم. فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال الله تعالى:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. نعم. وإنما دخل الفساد، تكون عليه وكيلا. رأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لست مسؤولا عنه. نعم. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال متصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: وهل أفسد الدين إلا الملوك، يقول ابن المبارك رحمه الله، إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هؤلاء يقولون فيهم يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا مآلهم والعياذ بالله. نعم. وأحبار سوء ورهبانها. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. وهم الصوفية. نعم. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل: إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه فرض، إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله. نعم. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر، يعني علم الكلام. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. نعم. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين
لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. هذا كلام الغزالي في علم الكلام. نعم. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهل. حشوي. نعم. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. المغني والعمد هذه من مؤلفاتهم في علم الكلام وقواعده، ولا فائدة فيها، يقول. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذكي يحللون بزعم لهم عقد وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون إلا الكتاب والسنة، ما فيه إلا الكتاب والسنة. نعم.
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوها شبهة والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك. ومن يعني المحال يحللون بزعم لهم عقد وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. نعم. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز. لفظ المركب مصطلحاتهم. نعم. والجسم المركب والجسم والحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان أحدها يكفي نقف على هذا. نعم. الحاصل أن هذا ذم لعلم الكلام وقواعده، وحث على الأخذ بالكتاب والسنة وما تدل عليه اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من اصطلاحات أهل الكلام ومن شابههم أو سار على منهجهم. علم الكلام لا خير فيه ولا فائدة منه، وهو كما وصفه بأنه لحم جمل غث على جبل وعر، ما تحصل من شيء ولا وتتعب إذا طلبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعتبر الإمام أبو حامد الغزالي من أهل السنة؟ وهل يعتمد على كتابه إحياء علوم الدين؟ وهل للمبتدئ أن يقرأه؟ لا يقرأه المبتدئ، وإنما يقرأه المتمكن ليأخذ مما فيه من الحق ويترك ما فيه من اللبس أو من الخطأ، لأنه من صنع البشر، يصير فيه خطأ، يصير فيه. نعم. ليس معصوما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في بداية الدرس أن على الإنسان أن يسأل أهل العلم ولا يسأل المتعالمين. نعم. يقول: نحن طلبة العلم الصغار، كيف نستطيع التفريق بين العالم والمتعالم؟ يا أخي، العالم ما هو بخفي، يعرفه الناس، اسأل الناس عنه، ما هو بخفي العالم، كل يعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذه العبارة وهي قولهم الله سبحانه لم نره لكن عرفناه بالعقل، هل هذا الكلام صحيح؟ عرفناه بالعقل والنقل، مو بالعقل فقط، عرفناه بالعقل والنقل وهو الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقل والنقل، هل ينصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيه؟ لا ما يقرأ فيه، بحر عميق يغرق فيه، ما يقرأ فيه إلا المختصون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا حفر بئرا وخرج الماء فإنه يذبح عند هذا البئر شكرا، يقول شكرا لله عز وجل، فهل هذا العمل مشروع؟ ما يجوز هذا الذبح، لا يجوز في هذه المناسبة، الذبح عبادة ولا يجوز عند هذه المناسبة. نعم، إنما يعمل طعام من باب الفرح والسرور بأنه وصل إلى الماء، أما أن يفعله على أنه من الدين وأنه من الشكر، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع المصحف في السيارة لأجل أن يكون حرزا لها؟ لا يجوز هذا، ما يتخذ القرآن حروزا، و السيارات لحفظها كما يعتقدون أو حفظ الراكب، أو هذا باطل، واستعمال للقرآن في غير ما أنزل. الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أو يتخذ للبركة ويتخذ للحروز ومنع العين، منع الشياطين، ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون أن سبب ذلك هو محبتهم له، وأن من لم يحتفل فإنه لا يحبه، يقول: كيف الجواب عما ذكروا؟ البدعة ما فيها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول حذر من البدع: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب اعتزال الرجل الذي عنده بدعة؟ إذا كان في عدم اعتزاله مصلحة، أنه يتوب وأنه يرجع وأنه، فما يعتزل، بل يصاحب ويذكر ويبين له، فإذا كان لا يقبل فيعتزل ويبتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، هل يقال بأن المكر من صفات الله عز وجل؟ نعم، يمكر بمن يمكر به، من باب المقابلة والجزاء، من باب المقابلة والجزاء. والمكر هو إيصال الضرر إلى الغير بطريق لا يشعر به الغير، هذا المكر. ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين. لما أرادوا قتل المسيح عليه السلام حاصروه، رفعه الله من بينهم ونجاه منهم، وقال: ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين. هذا من باب المقابلة والجزاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: علي زكاة مال ولي عمة مريضة تحتاج إلى عملية. يقول: علي زكاة مال ولي عمة مريضة تحتاج إلى عملية مستعجلة، تكلفة العملية كبير، هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي إلى عمتي علما أنها ليست بالفقيرة ولا الغنية، وإنما الحاجة هنا بسبب هذه العملية التي يتطلب إجراؤها عاجلا؟ أي نعم، تعطيها الزكاة بهذه الحاجة، هذه حاجة وضرورية، ولا تقبل التأجيل. نعم، وهي لا تقدر عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض طلبة العلم يقسمون البدع إلى أقسام الخمسة، بدع واجبة ومستحبة إلى آخره، يستدلون بما ورد عن عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، كيف الجواب عن ذلك؟ ما في البدع شيء حسن، ولا يقال لها نعمة البدعة. عمر يريد اللغوية، البدعة اللغوية، لا يريد البدعة الشرعية. لما جمع الناس
في صلاة رمضان على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وخرج والناس يصلون خلف إمامهم، يروى عنه الله أعلم أنه قال نعمة البدعة هذه، لأنها عمل لم يسبق له نظير، فهي بدعة لغوية وليست شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا موجود في الرياض لطلب العلم ووالدتي خارج الرياض على مسافة بعيدة، أيهما أولى، أن أجلس هنا لطلب العلم أم أسافر لخدمة الوالدة حيث إنها محتاجة إلى خدمتي وقريتنا ليس فيها مجال لطلب العلم؟ لا، سافر لها واجلس عندها واخدمها، طلب العلم له وقت آخر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من قال إنه يسمع ويبصر وأشار إلى عينه وأذنه فإنه تقطع يده، يقول هل هذا الأثر عن الإمام مالك صحيح؟ والله ما سمعته ولا وقفت عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا كان رئيس المركز الإسلامي في بلادنا، بلادي يقول الكفر، إذا كان من أهل البدع فهل يجب علينا طاعته في ذلك والاجتماع في هذا؟ لا، لا يجوز اجتماعه من أهل البدع، ولا يصلح يكون رئيس مركز، ما يصلح هذا يكون رئيس مركز يقود الناس إلى البدع والضلال، ما يصلح. نعم. فيجب على المسلمين الذين تكون منهم هذا المركز أن يستبدلوه بغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بالإحصاء؟ الإحصاء معرفتها ومعرفة معناها والعمل ودعاء الله بها، توسل إلى الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المقصود بالأقرأ هو الأكثر حفظا أو أنه الأعلم بالتفسير ومعاني القرآن؟ لا، الأجود قراءة، الأجود قراءة وإتقانا للقرآن، الأجود المراد بالأقرأ الأجود قراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك من يذكر بأنه في هذا الزمن، يقول زمن الفتن، الأفضل هو الاقتصار على قراءة الكتب، كتب أهل العلم، وعدم حضور مجالس العلماء، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، لا بد من حضور مجالس العلماء والاستفادة منهم، العلماء ما هو يعني غير العلماء، العلماء حقا، العلماء المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يستفيد منهم الحضور، هؤلاء هم العلماء الذين يحضر عندهم ويحرص على كلامهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنني لا أنكر حكم التعدد للزوجات ولكنني لا أستحمله على نفسي ويريد زوجي أن يفعله فأخاف على ديني. سؤالها: سمعت من بعض الناس أنه يجوز أن تطلب المرأة الخلع بهذا السبب، فهل ما يذكرونه صحيح؟ أن تطلب الخلع لهذا السبب. لا يجوز لها ذلك، ترضى بحكم الله، ربما أن هذا خير لها وله، فلا تكره شيئا أباحه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس إذا مات لهم ميت فإنهم يذبحون بعد موته ذبيحة بعد 3 أيام ويزعمون أنه ينتفع بذلك ويحصل على أجر، هل هذا الأمر صحيح؟ هذا بدعة، كل بدعة ضلالة،
اي نعم، فالذبح يسمون ذبح الحفرة، هذا ما يجوز، بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شد الرحال لزيارة القبر؟ لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه المساجد 3 مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سافر إليها للصلاة فيها، سافر إليها لأجل الصلاة فيها، لأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها لهذا القصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم تشقير الحواجب ووضع ألوان عليها؟ لا يجوز هذا لا يجوز، حرامنا، لأنه لا حقيقة له، وإنما هو كذب وبهرجة وتغيير لخلق الله، ليس من الزينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد، وبعد الفراغ من صلاة الفجر كل يوم ألاحظ أن رجلاً يسجد سجدة قبل خروجه من المسجد، ويقول إنها سجدة شكر لله عز وجل، ما حكم هذا الفعل؟ وهل لي أن أمنعه بصفتي إماما للمسجد؟ انصحوا عن هذه بدعة. يخرج من إذا أراد يخرج من المسجد يصلي 2 ركعات، أما يسجد سجود فقط هذه بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لبس الساعة في اليد اليمنى، هل صحيح أن هذا هو السنة؟ لا، هذا من المباح، هذا مباح ولا يقال سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أصيب بسحر فهل يجوز له أن يفك هذا السحر بسحر مثله؟ لا، يفك بالقرآن والرقية الشرعية والأدوية المباحة، هذا اللي يحل به السحر، هذه يسمونها النشرة، النشرة، وتكون بالقرآن، تكون بالأدعية، تكون بالأدوية المباحة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يقول: باب ما جاء في النشرة، يراجعوا الشرح اللي عليه شوفوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سؤال قريب منه، يقول: ما حكم من يستعمل السحر لأجل المنفعة وليس لأجل الإضرار بين الزوجين؟ ما في منفعة، السحر حرام وباطل ومن عمل الشياطين، هل في منفعة؟ الله جل وعلا يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، تقول فيه منفعة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ازدحم المسجد وضاق بأهله، هل للمأمومين أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره؟ نعم، لا بأس، إذا احتاجوا إلى هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هناك بعض الدعاة يصدر منهم مخالفات بدعية أو عقدية، هل يجوز للإنسان أن يشهر بهم في المجالس وأن يذمهم ويبين شرهم؟ عليه أنه ينصحهم أولا ليتركوا هذا، فإذا لم يتركوه فإنه يحذر منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كلفني أحد الأصدقاء بتوزيع صدقة مال، وهو يعلم بظروفي، فتصدقت بنصف المال والنصف الآخر وهبته لأسرتي، هل علي شيء في ذلك؟ نعم، هذا لا يجوز، لأنك أمين، والأمين لا يأخذ لنفسه ولا يأخذ لمن يمونه شيء من ما ائتمن عليه، بل ينفذه كما قال صاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة هو أمر محرم، فهل التأجير يأخذ نفس الحكم؟ إيه نعم، التأجير بيع، بيع منفعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب الجديد بذهب قديم مع عدم التساوي؟ لا يجوز الربا، لا يجوز ذهب بذهب وزيادة، هذا ربا ولا يجوز. نعم، بيع، بيع الذي ترغب عنه بيعه، واشتر بثمنه الشيء الذي ترغبه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حج الطفل متمتعا فهل عليه هدي؟ وإن لم يستطع الهدي فهل عليه صوم؟ نعم، الطفل مثل الكبير، يجب عليه الهدي، إذا تمتع يجب عليه الهدي، ويتولى هذا وليه، وليه يتولى هذا ويقوم به بدلا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: ما حكم القيام بالتدريس في مساجد أهل البدع، تدريس العقيدة، لكن مع عدم بيان ما عندهم من البدع؟ لا يجوز هذا، لأنك قريت البدع، إذا سكت عنها فمعناه أنك رضيت بها وأقرتها، لا بد من إنكارها، تحذير منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع الأب أن يحصن أولاده بالأذكار الشرعية؟ هل لابد أن يكونوا أمامه؟ لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم، يذكرهم في الأوراد الشرعية ولو لم يكونوا حاضرين عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 4 ركعات؟ يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء؟ لا، هذا أشاعوه الآن في هذا الوقت ولا له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حنث في يمينه فهل يصير إلى الصوم مباشرة، صيام 3 أيام؟ من حنث في يمينه، حنث، من حنث في يمينه فهل يصير إلى الصيام، صيام 3 أيام مباشرة عند الكفارة؟ لا، إذا كان كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جعل في كفارة اليمين، جعل فيها تخييرا وترتيبا، تخييرا بين الثلاث وترتيبا بين الثلاث والصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل قراءة الأذكار بعد صلاة الفجر وصلاة العصر أفضل أم قراءة القرآن؟ الورد، دعاء الورد يكون بعد زوال الشمس في المساء، وورد الصباح يكون بعد طلوع الفجر، وإن تأخر عن ذلك لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: بعض الإخوة يترجمون جزءا من صفحة من بعض كتبكم وبعض فتاواكم، هل يجب استئذانكم في كل فتوى يترجمونها وينشرونها؟ لا، ما يجوز لهم هذا ولا نأذن بهذا، لابد يعرض علينا ما ترجموه. نعم. أو يجيبون لنا تقرير من جهة موثوقة على أنها الترجمة صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حصلت مصيبة وحصل إذا حصلت مصيبة وحصل جزع، فهل هذا الجزع أمر محرم؟ أي نعم، لا يجزع عند المصيبة، وإنما يقول كما قال الله جل وعلا: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
انتهى وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.